بداية يعني أستاذ عصام، إحنا اليوم ربما يعني لابد أن نسلط الضوء على تفاصيل خدمة الإنترنت في العراق وموضوع أيضا يعني أنتم كمواطنين وتعملون على الأبراج، لابد أن تكون لديكم هناك عقبات ومعاناة كثيرة، فلابد أن يتعرف عليها المواطن وكذلك تصل إلى الجهات المسؤولة. اليوم الكثير يتحدث عن معاناة أصحاب الأبراج، خصوصا بعد مشروع بعد بدء المشروع الوطني، فهل هذا صحيح؟ هل لديكم معاناة؟ نعم ست الفاضلة، مثل ما تعرفين أن اليوم أغلب أصحاب الأبراج هم من الخريجين الذين يجدون فرصة عمل في دوائر الدولة واتجهوا إلى القطاع الخاص بالعمل بالأبراج، كانت لهم فرصة للربح في ظل هذه الفترة اللي عملوا بها، ولكن يا ست العزيزة مثل ما تعرفين أي أشياء تقدم من قبل الشركة المجهزة إلى صاحب برج الإنترنت ماكو أي دعم، ماكو أي شيء بالمقابل، ولكن صاحب البرج الإنترنت يحاول إيصال خدمة للمواطن بالصورة اللي يتلقاها من المصدر، فإذا كان ضعف أو خلل بالشبكة فهذا الضعف والخلل يأتي من الشبكة طبعا المصدر الرئيسي المجهز للخدمة. نعم. ولكن المعاناة في الفترة اللي حالية اللي يمر بها صاحب البرج أنه نفس الشركة اللي تجهز للخدمة صاحب البرج هي نفس المشاركة بالمشروع الوطني، ولكن أحد سبل إنجاح المشروع الوطني و القاء اللام على اصحاب الابراج هي ضعف الخدمه الان مقدمه من خلال خدمه الوايرليس مقارنه بالخدمه من المشروع الوطني، وجميع الخدمات الصراحه بالعراق هي لا تلبي متطلبات المواطن العراقي. انا كصاحب برج احكي عن نفسي واحكي عن بقيه اصحاب الابراج. طيب يعني ضعف الخدمه، اين يكمن الخلل في ضعف الخدمه؟ من اين يعني يبدا؟ طبعا ضعف الخدمه من الشركات المجهزه، عدم الرقابه، عدم وجود شركات رصينه، هذا الشيء ادى الى ضعف الخدمه، وخصوصا احنا بالعراق مقارنه بالبلدان المجاوره. نعم. لما نسافر دوله من الدول ونشترك خدمه اولا تكون الدفع بقيمه اقل والجوده مالتها تكون اعلى. فهذا الشيء عانى من المواطن، باغلب الاحيان لما نسافر الى اقليم كردستان من ضمن حدود العراق داخل العراق. صحيح. لما تسافر تحس بانه اكو فرق بالخدمه. نعم. وهذا الشيء ملموس من قبل الكل، وبالاضافه الى التكاليف تجد ان التكاليف اوطى. موضوع يعني التكاليف انا راح اتحدث عنه يحتاج له يعني وقت طويل جدا، يعني موضوع التكاليف أكيد اليوم أكيد المواطن يشتكي يعني من الكلفه العاليه، وايضا يشتكي منكم انتم يعني كاصحاب ابراج انه انتم المجهزين يعني لخدمه الانترنت، فيعني الفكره انه هل فعلا الاسعار تكون ثابته منكم حتى تتضح للمواطن اكثر، ام هي بسبب يعني التجهيز من الشركات؟ ستي هي تجهيز الشركات تكاد ان تكون باسعار يعطوك اسعار ثابته، الشركه تعطيك على الكارت قيمه الايكونومي او الستاندرد او التيربو وغيرها يعطوك اسعار انت تحمل عليها شيء مبلغ، لانه عندك مصاريف هوايه، عندك مصاريف كهرباء، عندك مصاريف عطلات، عندك اجور صيانه دوريه، عندك انقطاع في الخدمه المقدمه انت لك، يعني انت صاحب كيبل ضوء ايضا من الشركه بين فتره وفتره هذا ينقطع، تعرفين انت مناطقنا عرضه لانه للتلف، اضرار بناء، غير بناء، سيارات، غيرها، فدائما انت عندك صيانه، الصيانه دوريه. يعني الارباح اللي تصورها بالاضافه على انه بعض الامور اللي تصادفك انت من عطل او كهرباء غير مستقره راح تؤدي لك مصروفات زياده، يعني انت بالحاله هاي، فانت الخدمه اللي تقدمها لا تتصور بانه المواطن، لا يتصور بانه صاحب البرج يحصل بمبلغ الضعف او فد شيء، لا بالعكس القيمه اللي يحصل يقسمها على هو وقته، يعني هو اجور الخاصه لان يومه ضايع بين اتصالات بين تعديل بين نانو ستار بين غيره بين غيره، وهي المشاكل كلها تاثر على اصحاب الابراج، وقتك انت كله ضايع عباره عن اتصالات، عندي خدمه ضعيفه، اريد اشترك، وبالاضافه الى انه الدفع بعض الاحيان ما يكون صاحب البرج دفع مباشر. يعني المواطن ما يروح بدرجه اولى ينطي البعض وليس الكل. يعني لما يشترك ما راح يعطيك الاجور مباشر، بينما انت لما راح تسدد الشركه تسددها بشكل مباشر. هاي كلها اضرار. وهاي كلها ما يحس بها ابو الشركه، بس يحس بها صاحب البرج والمواطن في طريقه ايصال خدمه له. صحيح. المواطن دائما يطلب طيب. الجوده بالخدمه. نعم تفضل. نعم. طيب يعني ما التحديات اللي تواجهكم خاصه في جانب المنافسه؟ ستي من جانب المنافسه احنا ككل قلت لك انا كمواطن قبل ما اكون صاحب برج. نعم. اتمنى بان تكون خدمه جوده الانترنت في العراق في مستوى اعلى من المستوى اللي احنا نشوفه. مع تواجد خدمه الانترنت بالمشروع الوطني مقارنه باصحاب الابراج بدات الخدمه في لاصحاب الابراج تضعف من اجل انجاح خدمة المشروع الوطني. نعم. احنا كل مع خدمة المشروع الوطني مع تضامن بان توصل المواطن خدمة، بس ولكن الشركات بدت تضعف في الساعات المقدمة لاصحاب الابراج مقارنة بالمشروع الوطني، المشروع الوطني بعدة تلكؤات من ضمنها بانه مو الدولة قاعدة تديرها، هم مستثمر بيدير في المنطقة الفلانية، يجي مستثمر ياخذ المشروع من الدولة ويشتغل به.
نعم، يعني الخوف يعني من المشروع الوطني ما ممكن يدير دوار جهات الدولة. متنفذة يعني ممكن تتدخل بهذا الجانب وممكن تؤثر على الخدمات أيضا. طيب يعني من المفترض أي منافسة تصير سواء كان بهذا المجال أو حتى أي مجال آخر، من تصير منافسة كثيرة بين شركات راح يكون النتاج جيد للمواطن، النتيجة راح تكون بالفعل يعني المواطن حيكون عنده تنوع بالخدمات. كذلك اليوم في الانترنت يعني من المفترض انتم مع الكيبل الضوئي، مع يعني مختلف الشبكات يعني المسميات انتم تعرفوها اكيد، وكذلك المشروع الوطني، يعني هذا كله راح يكون تنوع للمواطن، يعني يكون له خيار هو يختار الشيء المناسب له. هل يعني الاستنتاج راح يكون هكذا ام هناك تحديات اكبر؟ احنا بالسابق كانت اصحاب الابراج بالمنطقه الواحده اكثر من 6 7 شركات في المنطقه الواحده. نعم. المواطن كان له حق الاختيار ما بين التنقل ما بين الشركات ايرتلينك، سوبر سيل، ارض السوات وغيرها من الشركات، جزيره وغيرها. كان المواطن من شيء طبيعي بانه يتنقل من هذا البرج لهذا البرج حسب الخدمه اللي تعجبه، حسب الاشياء اللي متوفر بها، حسب التوابع اللي يضيفوها، حسب نوع الخدمه، السرعه مالتها. نعم. ولكن بالوقت الحالي انا قلت لك يعني المشروع الوطني احنا كنا مأيدين له وماكو اي معارضه، خلي تكون وسائل التنافس اكثر، خلي بدل مشروع وطني يصير اكثر من مشروع وطني، مش خلي يكون مشروع وطني ثاني بنفس يعني المنطقه. يعني اليوم هذه المنافسه ايجابيه تعتبر؟ تعتبر ام ايجابيه هناك بس تدخلات سلبيه؟ عادلة. هو احنا نفضل بان تكون هاي المنافسه ولكن تكون منافسه عادله، مو انت صاحب خدمه ايرتلينج ويجيك بنفس المنطقه خدمه كيبل ضوئي ايرتلينج مشروع وطني، يكون هذا فرق عن هذا بالساعات. وانت دافع نفس الخدمه نفس الفلوس دافعها انت كمواطن.